اقوم خلاص. الفيلا اللي فيها هشام دي اكيد هتبقى مترشقه رجاله وسلاح. خلينا نبص عليها بصه الاول وبعدين نتكلم. مش عبوده الدواخل اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. احمد باشا، في مصيبه جديده عند رحيم. في يا خالد؟ شكلنا كده داخلين على واحده تانيه زي بتاع البولاق. اطلب قوه فورا. حاضر يا فندم. قوم. ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه. في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ بتسكت مراتك يا حلمي. حنان، ما اسمعش صوتك. هات من الاخر يا عبود. الخمسين ألف جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانة هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي؟ ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده، لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش، علشان رحيم لو عضم في قفه ما بيسيبش حق. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني، علشان لو ما متش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هيكون لك حق عندي. ومات الكلام. يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك الان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجالة، علشان مش رحيم السيوف اللي تيجي لحد عنده رجالة وتمشي من غير ما يتعمل معها أحلى واجب. خد يا دي امسك. على فكرة دي انت ما تربتش، انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبودة. مش تستأذن ياد معلمك الأول؟ إذن لهم بقى، خلي الرجالة تتحايل. ندي ايدك يا مهربتش ليه؟ يعني بعد كل اللي حكيته لك ده كنت عايز نهرب يا عمام؟ مش يمكن الراجل كان مستنيني بره ده عايز يقتلني؟ دكتورة داليا عندها حق يا عماد بيه. تليفون فين؟ أنا فتشت كله ما لقيتش حاجة. على الأقل أعرف الدعم منين؟ في حاجة غلط. إحنا كنا فاهمين إن اللي بيكلمها هو اللي حط لها المخدرات. إزاي وهو اللي عايز يهربها؟ عايز يدبسها اكتر في الهروب. قضية المخدرات دي ممكن تكون اتسببت في توريطه هو. انت مش بتقول ان هو كلمك في السنتر؟ يمكن مش فارق معايا، انا عايز اخرج من هنا. طب بصي سامي، ممكن تسيبنا لوحدنا شويه؟ ما تطولوش، المأمور لو شافني بره هيدخل لكم. قال لي اسمعيني لو سمحتي، دي اخر مره شفت ابوك امتى؟ انت بتسال على بابا ليه؟ يعني ممكن يكون اداكي شنطه وقالك شيليها عندك، والشنطه دي يكون فيها مخدرات وانت ما تعرفيش. انما انت اتجننت يا عماد؟ انت ازاي تجيب سير بابا في حاجه زي كده؟ انت فاكر بابا ايه؟ انا اسف، انا كنت بحاول افهم بس. عماد، اياك تجيب سير بابا في حاجه زي كده تاني، ولو انت مش عارف تساعدني أنا هساعد نفسي. خلاص خلاص، قلت أنا آسف. أيوة جاي، رسي على شيشة جيفة بلاي قطيفة. العب يا برنس. خشب يا غشيم. هو أنت غشيم في كل حاجة، حتى في الطاولة. تعمل إيه بقى؟ أرزاق. راحت عليك العشرة يا حلو. إيه ده؟ أنت بتسلمنا رحيم؟ اثبت يالا.
انت عبود يالا؟ خير يا باشا، في ايه؟ كنت جايب رجالتك واقفل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب يا باشا. ولا بدوي؟ عمرك رحيم باشا. هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عليا يا باشا. وشوف الرجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا يا رجاله. نورت يا باشا. الموبايل طلع مسروق. كنت متوقع حاجه زي كده. بس على الاقل لو عرفنا مسروق منين ممكن ده يقربنا شويه. انسى معاليك. عارف مسروق منين؟ من شارع ورا القسم. صاحبه وهو بيعمل البحضر كان الموبايل في ايد داليا متفرمط ومحطوط له شريحه. ناس محترفين. دول ما بيهزروش. عموما انا اتقص على ابوها. صعب يكون هو. كميه المخدرات اللي لقوها في مكتبها بفلوس كتير قوي. وهو يعني ظروفه تحت الصفر. يبقى اكيد حد من اللي بيروح لها المكتب هو اللي زائلها الحاجه. ودي برضه حاجه تفوتني. انا بعت استدعي كل العاملين في مكتبها علشان يتحقق معاهم، ما عدا شخص واحد ما جاش ومش عارفين نوصل له. مين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ حاضر جاية. انت؟ انت جاي ليه؟ عاوز فلوس؟ لا انا جاي عشان اطمن على بنتي. بنتك؟ اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما ضاعت؟ يا ريتك كنت انت اللي اتقبض عليك وارتحنا منك. قد كده بتكرهيني؟ ده انا جوزك وابو بنتك. طليقي؟ لسه فاكر بنتك؟ كنت فين لما رحت اتجوزت الزباله اللي ضيعت عليها كل فلوسك؟ كنت فين وبنتك بتشتغل وتستلف عشان تكمل دراستها؟ كنت فين؟ امشي حامل، امشي. انا مش همشي الا ما اطمن عليها. روح لها. للاسف هي هتفضل اسمها مرتبط باسمك طول العمر. روح لها الاسم ولا تلاقيك خايف تقرب منه. طب يا هلا، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. انا كنت بروق الاوضه. اوقف عندك يا بنت، انا لسه ما خلصتش كلامي. يا اختي انت كنت بتدور على فلوس رحيم مش كده؟ اللي انت بتقوله ده يا حاج ما يصحش الكلام ده. الله لم لسانك يا بنت وبطلي كده. كده ولا مش كده؟ عموما الفلوس اللي بتدور عليها اهي. خد يا بنت، امسكي خدي الفلوس اللي انت عاوزاها، الفلوس اللي يملوا عينيكي ويفكروك انت مين. امسكي يا بنت. ايه يا حاج؟ ايه الطريقه دي؟ انا كنت عملت حاجه يعني؟ عملتي؟ ده انت عملتي كتير كتير قوي قوي قوي. اوعي يا بنت تفتكري ان انا مش واخد بالي من نظره عينيكي اللي بتفضلي مثبتاها عليا وانا برفع اللقمه من على الترابيزه وكانك مستخسراها فيا. وسكت قلبك خلي التراب المدافن انضف من الفرشه اللي انا بنام فيها. هنا ما يصحش كده يا حاج بدر. ايه الكلام ده؟ لومت ايه وكلام فارغ ايه؟ انا عمري قصرت معاك في حاجه؟ لا ابدا. انت عمرك قصرتي. عارفه بعمرت ايه يا بنت؟ بعمرت ما كنت بتضيعي هدومي وتيجي جاري تقولي ضاعوا في الغسيل. مش كده برضه يا بنت؟ الهدوم ضاعت والله. اغرسي وابطلي كده. لو تفتكر ان انا كنت باكل من الكلام ده ولا حركات النسوان دي كانت بتعدي عليا؟ لا انا كنت بعدي بس عشان خاطر عيون حلمي، لان انا اللي مربيه. بس يا خساره
نسيت اعلمه ازاي يختار عتبته، ازاي يختار مراته. يلا يا بنت غوري من هنا، روحي شوفي حالك، واوعك اوعك تعتبي الاوضه دي تاني، فاهمه؟ غوري امشي. بتهزر يا احمد؟ في حاجة يا فندم؟ المشكلة إن مفيش حاجة. ملف رحيم من ساعة ما خرج وهو ما فيهوش حاجة. وخاتم بالقوة اللي خدتها ونزلت. إيه لازمة القوة أمال؟ ما احنا يا فندم بدأنا أحمد حاجة. مش أنا اللي تقدم لي ملف زي ده. قول إنك رحت بعد الحكاية ما خلصت زي اللي حصل في بولاق. يا فندم أنا عارف. أنا عارف وفاهم. رحيم تقيل عليك مش كده؟ تحب اشوف لك حد يشيل معاك؟ اللي تشوفه سعادتك. اتفضل.